أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. اشتكى تجار سوق الشورجة من الكساد الذي زاد في الفترة الأخيرة رغم حلول شهر رمضان المبارك. وقال أحد التجار إن السوق يشهد ضعفا كبيرا في الإقبال من قبل العائلات التي اعتادت أن تشتري مختلف الحاجات من سوق الشورجة استعدادا لشهر رمضان، مضيفا أن الإقبال انخفض إلى النصف مقارنة بالعام الماضي. جدير بالذكر أن حركة التجارة في العراق تشهد حالة من الكساد بسبب الظروف الراهنة. قالت اللجنة الاقتصادية النيابية في العراق إن نجاح عمل شركة سيمينز الألمانية يتطلب إبعادها عن الابتزاز والفساد وعدم ربطها بشخصية معينة. أضافت اللجنة أن حكومتي المالكي والعبادي أعلنتا عن إبرامهما عقودا مع شركة سيمينز الألمانية لإنتاج الطاقة. واليوم فإن الحكومة الحالية أبرمت 4 اتفاقيات، في حين لا أحد يعلم متى يبدأ العمل الفعلي لهذه الشركة في العراق، مشيرة إلى أن نجاح الشركة يتطلب بيئة اقتصادية بعيدة عن تلك التي تدار من قبل مجموعة من الأحزاب والمتنفذين. شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد السوداني على ضرورة عدم استغلال المواطن في حاجته للكهرباء، وبين السوداني أن انقطاع الكهرباء في الأيام الأولى من شهر رمضان كل عام هو سلوك يهدف إلى الضغط على المواطنين من قبل أصحاب المولدات الأهلية لدفع الاشتراك الشهري، الأمر الذي ولد لدى المواطنين إحساساً بوجود تواطؤ بين وزارة الكهرباء وأصحاب المولدات. وأكد السوداني على ضرورة معالجة الخلل منعاً لاستغلال المواطن. كشفت إحصائية صادرة عن المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق أنه تم تأسيس 421 معملاً جديداً. أضافت الإحصائية أن رأس المال المصدر في السوق بتسجيل هذه المعامل بلغ 1,505,000,000 دولار، مشيرة إلى أن أغلب المعامل المؤسسة في الفترة الأخيرة هي عامل بلاستيك ومواد غذائية. جدير بالذكر أن المعامل المحصورة تشمل المعامل التي حصلت على إجازات من مديرية التنمية الصناعية في المحافظات وهيئة الاستثمار والغرف التجارية. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام التقرير الاقتصادي. أشكركم على حسن وطيب المتابعة وإلى اللقاء.